أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط فيه الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة المحلية والعالمية. حلقة اليوم نناقش فيها دور اتحاد الصناعات الكويتية في حل قضايا القطاع الصناعي. مشاهدينا الكرام، يولي اتحاد الصناعات الكويتية اهتماما بالغا في حل قضايا القطاع الصناعي، إضافة إلى الحرص على تنمية وتطوير الشباب عن طريق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة على الرغم من ندرة الأراضي الصناعية. كما أولت المؤسسات والشركات اهتماما كبيرا بالأنشطة ذات المسؤولية الاجتماعية، مثل بنك الكويت الصناعي وبنك بوبيان وبنك الكويت الدولي. تفاصيل في سياق التغرير التالي. اتحاد الصناعات الكويتية تأسس عام 1989 كهيئة منظمة تضم أصحاب الصناعات الكويتية المستثمرين في القطاع الصناعي بدولة الكويت بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويضم الاتحاد في عضويته ما يقارب من 270 منشأة صناعية مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة. ويهدف الاتحاد إلى خدمة قطاعات الصناعة في دولة الكويت وتطوير مستوى أدائها ورعاية مصالح الصناعيين وتحسين الأداء ومؤازرة الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم. جهود حثيثة قام بها اتحاد الصناعات الكويتية على مدار الأعوام السابقة، حيث نجح في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعانيها الصناعة المحلية، وأهمها الاشتراطات الخاصة بأبنية المناطق الصحية وسكن العمال في المصانع بعد التنسيق مع الجهات المعنية، كما أنها قامت بتطوير الخدمات المقدمة لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من أعضاء الاتحاد بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام. الاتحاد سعى أيضا إلى فك تشابك بعض اختصاصات القوى العاملة والهيئة العامة للصناعة فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة داخل المنشآت الصناعية، واقتراح مزايا المستفيدين من القائمة الذهبية للمنشآت الصناعية. كما بادر الاتحاد أيضا إلى احتضان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية على وجه التحديد ضمن مشروع مصنع المبادرين برعاية كل من شركة إكويت للبتروكيماويات ووزارة الدولة لشؤون الشباب وشركة أريدو للاتصالات وبنك بوبيان، كما قام بزيارات عالمية للاطلاع عن كثب عن تجاربها الأولية. وانطلاقا من مبدأ الثقة بالقطاع، انضم أكثر من مصنع محلي لعضوية الاتحاد في عام 2015، ما يعكس ثقة القطاع الصناعي بأدائه والإنجازات التي يسعى إلى تحقيقها، فيما يعمل الاتحاد على بذل المزيد من الجهد لدعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية. اتحاد الصناعات الكويتية شارك في الكثير من الأنشطة الداعمة للصناعة، منها مشروع صناع المستقبل ومشروع فرسان الصناعة ومصنع المبادرين. ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسين الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية. مساك الله بخير أستاذ. يا هلا مرحبا، سعدين معنا. وكل مرة نستضيفك فيها يعني بين فترة وفترة نلاقي أن هناك إنجازات كثيرة يعني على الصعيد الصناعي، ولكن هالمرة شنو إنجازاتكم بشكل يعني بسيط حتى نتعمق بالأسئلة؟ هي مو إنجازات، هي عملية استمرار الأنشطة اللي نقوم فيها. نعم. فالآن قمنا نركز كذلك على الجانب البشري. كنا بالبداية طبعا احنا الحين يمكن كملنا كم، يمكن 28 سنة حاليا الاتحاد عمره حاليا. فالعملية ان كنا دائما بالبداية كنا نحاول يعني نشوف شنو الصعوبات ونشوف الحلول لها. نعم. ففي أشياء كثيرة تغيرت جذرية، خلينا نقول. جميل. فقلنا الآن خلينا نمشي في خطوط متوازية، نروح للمعوقات ونشوف الجانب البشري كذلك. تمام. لكن الأهداف الأساسية لاتحاد الصناعات الكويتية، لو تشرح لنا إياها حتى أتدرج معك بالأسئلة،
ونوضح المفهوم بشكل اكبر، لانك فاجاتني عن شغله رحت اقول لك اياها، نقول لهم اياها في لا الهدف، الهدف الاساسي طبعا هو شنو انشاء الاتحاد. نعم. كاي اتحاد او اي جمعيه اخرى يهمه ان يدافع عن مصالح اعضائه، نعم، يشوف اذا عندهم مشاكل يحاول يساعدهم، يحاول كذلك متابعة تطبيق القوانين المتعلقة بأولوية المنتج الوطني واللوائح والقرارات وكذا. نعم. وهذه عملية مستمرة. خلينا نقول أن الاتحاد صار حلقة وصل بين الأعضاء. نعم. الآن يفوق 300 عضو يعني من شركات ومصانع وخلافه مع المؤسسات الدولة. فالحمد لله قمنا نسوي نوع من العلاقة الطيبة مع كل المؤسسات بحيث أن نحاول نحل مثل المشاكل هذه. من 1980 لما 2017 لابد أن هناك في نقلات نوعية، وأعتقد أن في العشر سنوات الأخيرة يعني من عام أو على الأقل في 17 سنة الأخيرة من عام 2000 لليوم صارت نقلة سريعة في كل شيء في العالم عالميا ليس فقط في الكويت. فهل واكبتم انتم هذا التطور وهل ولا انتم متاخرين او ان انتم عملتوا نوع من يعني كومبرومايز او يعني حاولتوا انكم تكونون ما بين طرفين يعني توفقون ما بين التطور السريع والاجراءات القانونيه اللي موجوده عندنا بالكويت؟ لا الاجراءات القانونيه طبعا في اشياء معينه كان عمرها 70 و80 سنه. نعم. في قوانين ولوائح موجوده في البلد من بدايه تاسيس خلينا نقول الدوله الحديثه مع بدايه النفط. نعم. الحمد لله تمكن الاتحاد بالتعاون التام طبعا من مع كل المؤسسات بما فيها طبعا بلديه الكويت والمطافي وغيره وغيره، غيرنا كل هذه اللوائح. جميل. واتفقنا على اشياء جديده، لوائح جديده واقرت والحمد لله مقبولة للجميع، هذه تعطي فائدة أكثر للبلد وللصناعة. طيب والصناعة بالكويت شلون شايفها؟ الصناعة بالكويت هل عندنا فعلا صناعة، صناعة بمعناها الحقيقي؟ عندنا صناعة والكويت طبعا بدأ يمكن الصناعة بدأت بالكويت من الستينات قبل كل دول الخليج. نعم. ولكن اشتغلنا لفترة محددة وكان في أراضي متوفرة وفي كان طموح من أهل الصناعة يعملون، وبعدين توقفنا لفترة. هذه الفترة أعتقد سبب التوقف الأساسي هو ندرة الأراضي. نعم. يمكن الدولة والحكومة اتجهت في بالتنسيق مع طبعا مع رغبات مجلس الأمة وتلاقي الرغبات من قبل الجهة التنفيذية، فركزوا على الأشياء اللي يطلبون أعضاء مجلس الأمة. نعم. فكان في تركيز مثلا على شيء مهم بمجلس الأمة اللي هو السكن، والحمد لله انطلقوا في انطلاقة ممتازة. ونشوف ان يعني ما يعني النتائج وايد باهره، ولكن اعتقد اذا تسمح لي اقول ان ما عطوا نفس الاهتمام حق الصناعه. يمكن السبب لان الصناعه مو موضوع شعبي مثل اشياء اخرى. يعني ما الى الان ما شفت نائب تقدم بكتاب، نائب في مجلس الامه تقدم في أسئلة مكتوبة عن الصناعة. الصناعة وتطويرها. أو متى توفر أراضي أو وضع ميزانية، بينما إحنا يوميا نشوف اقتراحات تملأ الصحف والجرائد، أسئلة كثيرة واستفسارات واقتراحات، ما شفنا هذا الاقتراح. يعني تشوف أنت من جانب المطالب من جانب مثلا بعض النواب يعني متجهة على أشياء أخرى وصار فينا النظر عن الصناعة. ما ألومهم لأن الناخبين يطلبون منهم هذا الشيء. بس أنا أعتقد هذه الأشياء الأساسية في الدولة مثل الصناعة والغيرة والغيرة، هذه أشياء من مهمة الجهة التنفيذية. طيب. اللي هي الحكومة على اللي موجود. الصناعة اللي موجودة عندنا بالكويت سواء كانت يعني كبيرة أم صغيرة، هل تشوف أنها ان تنافس دول الخليج، تنافس على الاقل الدول العربيه؟ هل في هل المنافسه مطروحه ولا لا هم يعني بوادي واحنا بوادي اخر؟ لا والله راح تستغرب ان في كثير من الصناعات اللي بالكويت قاعد تصدر الى الخارج. جميل. يعني في بعضها قاعد يصدر لافريقيا مثلا. تمام. في بعضها قاعد يصدر لجنوب شرق اسيا والى اوروبا والى يمكن امريكا كذلك. جميل. في صناعات كثيره
وفي صناعات مثلا اخترقت وصارت مطلوبة لدى دول الجوار مثل العراق في صناعات معينة. مثل شنو الصناعات اللي تم تصديرها؟ ما نبي نسوي دعاية حق ماركات معينة. لا طيب. ولكن في أشياء كثيرة يعني مطلوبة بالاسم. بالاسم. يطلبونها. ومنتجات كويتية. أي فما بالك لو بعد تنفتح الحدود العراقية، يعني تنظم الحدود العراقية الكويتية وبطريقة نحافظ فيها على الأمن وكذلك يصير فيها حرية السرعة ودخول التجار العراقيين للكويت. هذه ممكن لا شك أنها راح تساهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين وكذلك تجارة الترانزيت، وممكن ترد الكويت مزدهرة مثل الأول لما قبل يمكن كان في انفتاح يعني اقتصادي. نعم 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 نعم. طيب التركيز تعرف يمكن أكثر من 60% من الشعب هم من فئة الشباب، والتركيز صاير على الشباب بشكل كبير، خاصة ودعم من الحكومة، دعم من المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص بشكل عام. هل لهم نصيب في الصناعات عندكم؟ احنا الآن قاعدين صار لنا يمكن هذه صار لنا ثالث سنة نحاول نركز على فئة الشباب. نعم. وبحيث أن يصير عملية تثقيفية كذلك لأهمية الصناعة، لأنها يمكن غايبة عن 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 الكثيرين. نعم. فنسقنا مع عدة جهات في الدولة، عندنا تعاون يعني ممتاز مع مثلا المشروعات الصغيرة. نعم. وكذلك مع التقدم العلمي ومع الهيكلة. نعم. يعني كل القطاعات ننسق وياهم، بحيث الآن قمنا نسوي نوع من التنسيق ونسوي تدريب للخريجين الجدد. نعم. اللي عنده مبادرة ولا اللي عنده شيء إن نسوي لهم محاضرات وكورس كامل، شلون تقدر تسوي دراستك، شلون تقدر تقدم الدراسة، الجدول الاقتصادية، شلون تقدر تدير المصنع. والحمد لله نجحنا على هالمرحلة، بحيث أن في كثير ناس الآن بدأ، أنا لاحظت أن في اهتمام كبير الآن، التفكير للشباب بدأ ينطلق إلى القطاع الخاص أكثر بكثير من قبل كم سنة. جميل. لكن اللي لاحظته من خلال البيانات والإحصائيات اللي حتى نعد هذه الحلقة، شفنا الاتجاه يعني أستاذ حسين متجه نحو المطاعم، نحو الكافيهات، المقاهي، يعني هذه الأشياء، جانب قليل منها متجه إلى الملابس، ولكن الصناعة كذلك حظها قليل جدا. حظها قليل جدا، لأن أول شيء خلينا نقول أي شيء ممكن يبدع فيه الشاب أو الشابة. نعم. سواء كان مطاعم سمي اللي تسميه. نعم. وينجح فيه هذا شيء جيد. تمام. معناه أنه في نقص موجود قاعد يغطيه. أما بالنسبة للصناعة فلا يمكن أن تكون صناعة ونشجع الناس يدخلون الصناعة ويركزون عليها إلا إذا توفرت البنية التحتية. ما في بنية تحتية ما في صناعة. نعم. يعني بس يعني لكن هل ممكن حتى أنا يعني أنا ودي هي رسالة ونشجع الشباب فيها، إذا كان عندهم طموح أي نوع من الصناعات اللي أنتم مثلا تحسون أنها مرغوبة من وجهة نظركم ومن خلال كذلك يعني خبرتك في مجال الصناعات بالكويت، أي اللي تشوف أي تخصص أو توجه، يعني هل هو فيما يخص موضوع الصناعات الغذائية مثلا، الصناعات اللي فاجأتني فيها أنا ما كنت أدري إن في صناعات غذائية يعني بالكويت هني، ويلك نشرحها، ولكن قبل شرحها أي نوع من الصناعات اللي توجه الشباب إنه يعني يتخذون هذا الطريق أو يبحثون فيها؟ والله هذه يعني الآن ما شاء الله الحين المفروض إحنا في هذا العصر إن الشباب يوجهوننا مو إحنا نوجه الشباب. لكن الخبرة مطلوبة. لأن إحنا ممكن عندنا الخبرة، ولكن هم ما شاء الله عندهم هذا عندهم النافذة اللي يدخلون فيها بالإنترنت ويشوفون الدنيا كلها. صحيح. وبالتالي سواء كان التلميذ دارس برا ويشوف أشياء جديدة أو يشوف أو يطلع أو هي فكرة من واقع المتوفر، هذه أشياء كثيرة. نعم. ولكن يظل يعني أنا برأيي الشخصي أي واحد يبتدي من البداية لازم يبتدي صغير يتعلم، إذا حتى لو في أخطاء يتعلمها وتصير أخطاء هو قادر أن يتحملها وبعدين إن شاء الله ينطلق. لكن أي تخصص ممكن أنت توجههم مثلا؟
أي شيء ممكن يعني ما في شيء محدد، أي شيء ممكن يصير. نعم. الآن يعني أنا مثلا عنده في أشياء حرفية، اليوم الحرف من القليل القليل من الكويتيين اللي بالحرف، خلي توجه للحرف، وهذه الحرف مطلوبة. نعم. يعني مطلوبة بالسوق أيا كانت هذه الحرف، أيا كانت هذه الحرف، وتعطي يمكن مردود أكثر بكثير من أن يأخذ راتب وأتفر زي. فالمجالات هذه كلها مفتوحة. طيب. بس هذه المجالات مفتوحة للطموح اللي ممكن مستعد يأخذ المخاطرة المحسوبة. نعم. طيب بالنسبة وكيف وجدتم أثر المشاريع اللي أطلقتها مثلا أطلقها الاتحاد في دعم الشباب الكويتي على أرض الواقع؟ إحنا عندنا شيء يسمونه المبادرين. نعم. مثلا او فرسان المستقبل او كذا، يعني تخيل مثلا احنا رحنا حق الفئه الصغار، تعاوننا مع لوياك لما يصير في عندهم عطله الربيع او عطله الصيف. نعم. ناخذ هذول الصغار ونوديهم ونعلمهم شويه عن الصناعه بحدود المستوى العمري تبعهم، وبعدين نوديهم المصانع ويشوفون شنو على الواقع علشان يبتدي يأقلم النظرية بالعمل. بالعمل. فبالتالي لما يكبر يكون عنده في يعني يعرف إنه في صناعة وإنه في كذا وإنه في كذا. تمام. الآن لو دولة الكويت حبت إنها تنافس، هل ممكن إنها تنافس؟ هذا واحد. أنا مثل ما ذكرت في البداية إن أنتم تصدرون لبعض الدول. نعم. الأوروبية. نعم. وأفريقيا. نعم. وبعض الدول العربية والخليجية. نعم. وحتى الولايات المتحدة. لكن تعتبر يعني خلنا ما بأصغر حجمها، ولكن أقول ما هي يعني مؤثرة في الناتج المحلي يعني. لا. يعني لنا بحجم المساحات اللي عندكم. لا. لكن هل ممكن أن الكويت تكون تدخل المنافسة العالمية في الصناعة أو في الصناعات؟ يعني واضح أن الآن قاعد أقول لك في ظل المعطيات وفي ما في هذاك الدعم الكافي قادرين هذه المصانع أنها تصدر. نعم. زين، ما بالك إذا صير في استراتيجية خاصة كيفية بكيف إحنا ندعم القطاع الصناعي. نعم. أولا الإسراع في توفير البنية التحتية للأراضي الصناعية والمناطق الصناعية، في الحالة هذه راح على طول في طلبات متوفرة من ناس جادين. نعم. وفي ناس طبعا غير جادين، بس إذا حتى لو نأخذ النسبة 10% من المتقدمين جادين، راح تشوف مصانع يمكن دبل المصانع الموجودة حاليا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، احنا عندنا اليوم الصناعة البتروكيماوية. نعم. هذه صناعة ما لها حدود. صح. وبالتالي الآن في تركيز من الكي بي سي اللي هو مؤسسة البترول الكويتية، الأساس أنه يسوون خلال 5 سنوات القادمة أو أقل شوية راح يصير منطقة صناعية كاملة. وما قصروا مؤسسة البترول بهذا الموضوع، اهتموا وايد، ومو بس اهتموا من يجهزون الأرض ويعملون البنية التحتية، وإنما كذلك تبقوا مع مستشارين متخصصين، سووا حتى جهزوا فرص صناعية. جميل. يحطونها على الطاولة حق المهتم، وتعلن بشكل يعني واضح جدا، ترانسبيرنت زين، وتعلن شفافية واضحة، وراح تعلن عن طريق الجريدة الرسمية لهذه كلها مشاريع جديدة ممكن يصير فيها. فتخيل لما تكون أنت عندك المواد الخام متوفرة، ولربما جزء من هذه المواد اللي راح تصنع مصانع جديدة من القطاع الخاص ممكن تباع أيضا مرة ثانية للمصانع الحالية أو تصدر. جميل. فهذا شيء جيد. يعني إحنا عندنا المادة الخام زين، وعندنا خلينا نقول كذاك القدرة على تمويل هذه المشاريع عن طريق البنك الصناعي ولا عن طريق المشروعات الصغيرة. نعم. يعني كل شيء مجهز أن إحنا ننطلق، فشو اللي يمنع، شو اللي يفرقنا عن غيرنا؟ والمساحات موجودة بالكويت، يبقى المساحات هذه اللي إحنا ننطر أنها تتوفر. قالوا لنا إشدادية راح تتوزع في أوائل 2019، يعني بعد سنة ونص. زي. يعني تقدر تبني المصنع عليها. وكذلك في واحدة ثانية في اسمها منطقة النعايم. نعم. 7 كيلومتر مربع، هذه يمكن توصل إلى سنة 2022. أنا أعتقد مع شوية اهتمام ممكن تخلص في 2000.
20 يعني نوفر سنتين بس يبي لها شويه اهتمام. هذه رساله بس فعلا احنا محتاجينها بالكويت، مو احنا، احنا عندنا مصانعنا، احنا نتكلم عن الشباب والناس اللي طالبين. احنا عندنا الاراضي هذه قديمه صار لنا 30 سنه. نعم، لان لا تنسى ان يعني 60% من الشعب من الشباب، هل 60% اي وزاره راح تشيلهم؟ اي لا لا ماكو أي وزاره، ماكو يشيل، لازم يشيل نفسه، لازم يشيل نفسه يعني عشان يشيل نفسه، وعلشان الحكومه كذلك تخفف عن كاهلها لازم تعطيهم مجال. المجال. اذكر قبل تقريبا 7 سنوات التقيت فيك في برنامج وذكرت لك، يعني كنت اقول لك ان وين المشاريع وين هذا، قلت لي كلمه والحين قاعد نشوفها. يلا. قلت لي راح تشوف مشاريع من المطلع لنوصيب. لنوصيب بسيطة، هذا الحكي قلته أنا لك متى؟ قبل تقريبا 7 سنوات. لا لا قلت لك هي قبل 3 سنين. 3 سنين؟ أعتقد أعلانة شوي. لا أنت كبرت وايد. لا أنا لما قلت قبل 3 سنين وفعلا الحين قمنا نشوف. أول أنت ذاك اليوم أنت تعجبت تقول لي معقولة؟ قلت لك انا عايش فيها، انا مقاول، انا مصنع، اعرف يعني ايش قاعد اتكلم عنه. نعم. واطلع بحكم اهتمامي يعني بعملي. فلما قلت لك يمكن قبل 3 أو 4 سنين ما ادري ايش كثر، بس ذاك الوقت لما قلت لك في مشاريع راح تطلع، قلت لك طريق الجهره، وقلت لك طريق جمال عبد الناصر، ذاك الوقت مو مبين، مو مبين ولا شيء تحت. اليوم انت قاعد تستخدمه صحيح، لكن بعد فتره راح تعتبر ان هذا شيء عادي، كان هذا موجود من زمان. لا مو موجود من زمان، هذا موجود توه. زين. فلما قلت لك المطلع كاهل وزعوا 30,000 قسيمه تقريبا راح توصل، والان لو تروح هم بعد نفس الشيء، انت الحين لا ما تشعر فيها، بس راح تشوف في تراكترات قاعد تشتغل الان، تجهز البنيه التحتيه لاشياء كثيره حق الطرق والسكن. هذا سؤالي القادم. لا يعني خلنا اكمل لك بعد. زين. وروح يلا زيد اذا خير زيد. مو قلنا لك من المطلع لنوصيب؟ لنوصيب هذا اللي قلت لي. زين نوصيب الان طلعت مدن جديده، عندك مدينه صباح الاحمر وغيرها. وهذا انا هذه اذكرها لليوم. لان حزتها لما انا سالتك كان لا يوجد شيء على ارض الواقع. اطلع حتى اذكر اطلع بالسياره واقول اي المشاريع اللي يتكلم عنها الاستاذ حسين وين؟ ماكو شيء، ما نشوف شيء. لكن فعلا بسنوات يعني بأقل من سنة تقريبا شفنا فجأة المكان كله منتشر يعني من خلال صناعات. وهذا سؤالي لك القادم حتى نختم فيه الحلقة، بقينا تقريبا دقيقة ونص. حبيت أبيك تذكر لي الكويت إلى أين. أنا الكويت متفائل، أنا متفائل، وأنا أعتقد إذا إحنا كلنا ككويتيين كإيد واحدة ركزنا على أن كيف نشوف نحسن من بلدنا من جميع النواحي. نعم. أنا قاعد بكل الانتقادات، أنا أعتقد أن الدولة قاعد تشتغل صح، الحكومة قاعد تشتغل صح في كل مع الضغوط اللي قاعد تكون منها. نعم. عشان لا يقول أنا حكومي بس أنا قاعد أنا رجال عملي حقيقة. أنا أشوف. نعم. اللي قدامي. أي هذا هو. اللي أنت خلال 4-5 سنين من اليوم عندك. عندك الكويت بكرته. عندك الكويت دبل دبل صحيح صحيح دبل. زين فبالتالي. نعم. هذا الجهد ما يتم فراغ، هذه يتم. وبعدين ما دام انت احنا بننتهي. نعم. انا لازم اركز ان في تقدم كبير صار في عمليه تحسين بيئه العمل في كل الوزارات. قواك الله. وهذا شيء يشكرون عليه الجميع صراحة. اكيد طبعا شكرا ولكن لهم، ولكن احنا ما زلنا نبي نطمح بالاحسن. اكيد اكيد. رئيس اتحاد الصناعات الكويتي الاستاذ حسين الخرافي، شكرا جزيلا لك على لقائنا اليوم، ونتمنى ان شاء الله الاكثر خلال الايام القادمه. وشكرا كذلك لكل مجتهد في رفع اسم الكويت. الساده المشاهدين، بحفظ الله ورعايته، في امان الله.